اعزائي طبعا بقى كده بدون اي مقدمات قلت اطلع كده اعمل توقعاتي على ماتش ريال مدريد وبايرن ميونخ ماتش العوده بتاع نص نهائي دوري الابطال. الماتش الاولاني خلصان 2-2 في ملعب نادي البايرن ويعني ماتش العوده عندك في سانتياغو برنابيو فيعني هل هنشوف جحيم سانتياغو برنابيو ولا حرق سانتياغو برنابيو. صراحه ماتش صعب صعب جدا 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 كده على الفرقتين فيعني قلت بقى كده اطلع اخبط في الحلل شويه ونرزع كده في شويه كلام وشويه حاجات كده انا خدت بالي منها من ساعه الماتش اللي فات. فيعني بقى مش محتاج اقول لك تنزل تعمل لايك في السريع وبرده لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك شاكد عليك برده تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا بص هنرجع بالذاكره كده لحد يوم الثلاث اللي فات اللي هو يعني ماتش الذهاب. الماتش بيخلص 2-2 في ملعب بايرن ميونخ يعتبر كده نتيجه شبه ايجابيه بالنسبه لريال مدريد. كلام جميل ماشي جميل رغم ان كان فيه افضليه شويه لفريق الريال ومع ذلك النتيجه طلعت 2-2. هتفتكر بقى ده كده مؤشر كويس ولا لا؟ من وجهه نظري يعني اكيد برده مؤشر كويس. اي نعم اه كده بدايه الماتش الاولاني ما كانتش افضل حاجه بالنسبه للريال واتعمل عليه حوالي كده هجمتين ثلاثه في تقريبا كده اول 10 دقائق واعتقد كده لو كانت واحده منهم دخلت جون كان شكل الماتش هيتحول 180 درجه. بس يعني الحمد لله عم توفيق ما كانش واقف مع الباير عشان خاطر فينيسيوس يضحك على كيم من جي في كوره ويخرجه بره المنطقه بتاعته عشان خاطر توني كروس يعمل اسيست عالمي والريال يسجل الجون الاولاني وده طبعا يعتبر شبه مهاره فرديه بالنسبه لفينيسيوس. المهم شفنا الشوط الاولاني في بدايته كده بايرن ميونخ كان بيمسك كوره شويه وبعد ما ربع ساعه عدت بالظبط من الشوط الاولاني الريال كان بدا يمسك كوره وعرف يسجل الجون الاول. دخلنا بقى في الشوط الثاني شفنا اكتساح لفرقه البايرن تقريبا في اول تلت ساعه وده يعني كان ذكاء من توماس توخيل غير كده في بعض مراكز اللاعبين وطلع جوريتسكا اللي كان تقيل في مرحله البناء بتاعت نادي بايرن ميونخ في الشوط الاول طلعه ونزل مكانه اللي اسمه جراميرو ده عشان يميل اكتر كده ناحيه جمال موزيالا وكمان نصير مزراوي وفي نفس الوقت خلى ساني وكيميتش وتوماس مولر الثلاثه بيعملوا زياده عدديه ناحيه ميندي وطبعا يعني كلنا شفنا لورو ساني خد كوره وراح رقص بيها ميندي وحط كوره في الضيقه صعبه جدا بصراحه بالنسبه لساني وبالنسبه يعني لاي حارس واقف في الجول. كرة بصراحه سريعه جدا وصعبه جدا يعني يا جماعه بجد عقبال ما لوني نزل لها كرة كانت دخلت جوه الجول فيعني بصراحه هي كرة سريعه جدا وميندي برضو عمل اللي عليه فيها فيعني ذكاء توماس توخيل ان هو عمل زياده عدديه على الاطراف بتاعت ريال مدريد. عندك برضو كده لو جيت تبص على الجون الثاني في هناك قلت لك نصير مزراوي وجراميرو وكمان جمال موزيالا كرة طبعا بتتلعب لجمال موزيالا في موقف لاعب على لاعب عشان خاطر يعرف يلبس لوكاس فاسكيت ضربه جزاء بذكاء جدا ودي يعني كده حكايه الجون الثاني اللي هو اصلا كده كله من الاساس ذكاء من المدرب نفسه. توماس توخيل دايما بيعرف يلعب ماتشات ريال مدريد وده يعني حقيقه كلنا عارفينها سواء يعني كده ايام ما كان مع تشيلسي او باريس او اي فريق تاني. بعدين كارلو انشيلوتي فاق واستوعب ان هو كان عامل غلطه غريبه جدا وسبحان الله يعني مشيت شويه في الشوط الاولاني ان هو ملعب توني كروس وتشواميني الاثنين نفس ستايل لعب بعض بالظبط تحس كده مفيش اختلاف بس طبعا جوده توني كروس افضل بكتير جدا من تشواميني وشاف طبعا عنده كده في كارثه في قلب الدفاع اسمه عم ناتشو مش محتاجين يعني نتكلم على ناتشو كتير اما طلع ناتشو طبعا نزل كامافينجا ورجع برده تشواميني قلب دفاع عشان خاطر يبقى فيه كامافينجا وتوني كروس وبيلينجهام. من وجهه نظري شايف ان كامافينجا انشط بكتير جدا في نص الملعب عن تشواميني اللي بقاله فتره كده بيلعب في قلب الدفاع يعني بصراحه كانت حركه ذكيه جدا وقراءه من كارلو انشيلوتي. المهم يعني كده الاحداث بتمشي وبيخرج توني كروس بعدين بينزل لوكا مودريتش عشان خاطر يخلي الريتم اسرع شويه. مودريتش دايما الكره في رجليه بيحب يلعب بطريقه مباشره برده زي توني كروس بس يعني مودريتش لسه نازل وعنده صحه شويه يجريها وفي لحظه كده عندك لعيبه الريال بتغفل برده مدافعين الباير وفينيسيوس كده بيعمل باص لرودريجو عشان خاطر ياخد ضربه جزاء وطبعا فينيسيوس يسجل وبكده النتيجه بقت 2-2 تعتبر نتيجه برده ايجابيه انك تخرج 2-2 من ملعب بايرن ميونخ وانت برده كمان في الشوط الاولاني مضيع اكتر من فرصه وكان ممكن كمان تنهي الماتش من هناك فدي برده هعتبرها نتيجه ايجابيه لان طبعا الماتش الجاي هيكون على ملعبك وكمان في وسط جمهورك فيعني انتوا كلكم عارفين ملعب السانتياغو برنابيو. بس برده هرجع اقول ان من ساعه ما موضوع الجون بره الارض بقى تحس بجون عادي وما بقاش تحس بجونين ببقى شايف ان كل الفرق متساويه بنسبه 50-50. اي نعم اه الريال هيلعب على ملعبه وفي وسط جمهوره وطبعا في الموسم ده هو افضل بكتير جدا من بايرن ميونخ بس برده بايرن ميونخ فريق عريق وبيعرف برده يلعب قدام الريال ويعني اسلوب لعب بايرن ميونخ حاد جدا بيلعب دايما بطريقه مباشره ما بيحبش كده يالف كوره كتير هو يا دوبك نقلتين ثلاثه وفجاه تلاقيه قدام الجون بتاعك وبيجيب جون نفس لعب ريال مدريد بالظبط بس هنا جوده اللاعبين هي اللي بتفرق. طبعا
طبعا يعني لعيب زي فينيسيوس لازم يعمل فرق، ابراد توني كروس لازم تعمل فرق، قوه فالفيردي لازم برده تعمل فرق، ذكاء رودريجو برده لازم يعمل فرق، وخصوصا ان انا هلعب على ملعبي. فيعني انا بالنسبه لي الحل الوحيد اللي ريال مدريد لازم يعمله عشان خاطر يكسب بايرن ميونخ ان هو لازم يسجل جون في اول ربع ساعه، جون او اتنين كمان، وده يعني ليه اسباب كتير. ان الريال لو سجل جون في اول ربع ساعه نادي البايرن هيفتح خطوطه، ولازم طبعا يندفع شويه عشان خاطر يعرف يعدل النتيجه. ساعتها بقى في المواقف دي بالذات هيبقى في مساحات كبيره جدا بالنسبه للاعبين الريال، سواء لفينيسيوس او رودريجو او حتى يعني ابراهيم دياز لو نزل. وده يعني برضو اللي عمله كارلو انشيلوتي في ماتش مانشستر سيتي في ملعبهم هناك، سجل جون في اول ربع ساعه ورجع الفريق كله لورا وحاول يعمل الهجمات المعاكسه، بس للاسف السيتي صعب، فريق صعب جدا، وصعب ان هو كمان يفقد الكره بسهوله. انما عندك لاعبين البايرن سهل ان هم يفقدوا الكره بسهوله لان اسلوب لعبهم مختلف تماما عن اسلوب لعب مانشستر سيتي، فبالتالي بالنسبه للريال التحولات العكسيه هتكون بالنسبه له كتير، وطبعا يعني هيبقى في مساحات بالعبيط بالنسبه للسلاحف اللي عندهم ورا، سواء يعني كيم من جي او اريك داير. فيعني المهم ان الريال لازم يسجل في اول ربع ساعه. صراحه كل الكلام اللي انا بقوله دوت ممكن يحصل عكسه عادي في الماتش، مش مشكله، وتوماس توخيل يطلع متوقع كل حاجه وتلاقيه فجاه كده بيفاجئ ريال مدريد بيلبسه جون في اول ربع ساعه ولا حاجه، ساعتها الايه هتتحول ل 180 درجه، الريال هو اللي هيكون متاخر في النتيجه وهيضطر يطلع بكل خطوطه لقدام عشان خاطر يعرف يعدي النتيجه، وبالتالي هيبقى في تحولات عكسيه كتير برضو كده على مدافعين الريال. يعني بصراحه هي معادله صعبه، وعنصر التوفيق هيكون ليه عامل كبير جدا، ده برضو من وجهه نظري. يعني بصراحه انا مش عارف الريال ممكن يعدي البايرن ازاي في ملعبه. اي نعم اول افضليه لريال مدريد انك اقوى في الموسم واقوى فرديا وكمان بتلعب على ملعبك وفوزت جمهورك، بس مش عارف بايرن برضو فريق حاد، فريق شرس بيعرف كمان يلعب الماتشات الكبيره، ومعاهم مدرب كمان بيعرف يلعب بالذات قدام ريال مدريد. فيعني انا حزين اقسم بالله، وبرضو خايف من الماتش ده، وفي نفس الوقت واثق في لعيبه ريال مدريد جدا، عارف ان هم قدها وان شاء الله يعملوها. فيعني انا بقول اللي هيفضل مركز طول ال 90 دقيقه اعتقد هو اللي هيخطف الماتش، واللي غلطاته هتبقى قليله برضو هو اللي هيكسب الماتش. ويعني بصراحه نفسي اشوف روديجر وميليتاو بيلعبوا جنب بعض، مش معلش برضو تحطوا لي تشواميني او ناتشو. تشواميني ممكن يسد خانه، ده يعني لو ميليتاو مش هيقدر يلعب ماتش بحجم بايرن ميونخ، فممكن تشواميني هيكون افضل بكتير جدا بالنسبه لي من ناتشو. واتمنى برضو كده عوده داني كارفخال، لان بصراحه كان عامل فرق كبير وفجوه كبيره جدا في الماتش الاولاني. لوكاس فاسكيز بصراحه كان عامل ماتش زي الزفت، ويعني برضو اتمنى ان بيلينجهام يكون فايق في الماتش مش زي الماتش اللي فات. اي نعم نزل في ماتش الدوري يسجل جول وخلاص، يعني الحمد لله الريال حسم الليجا، بس الماتشات الكبيره اللي زي ديت محتاج تكون مركز فيها في كل ثانيه. المهم يعني كده حابب اوضح لك حاجه، ان اكتر حاجه مميز بيها ريال مدريد السنه دي ان لو في عندك لاعب واقع بتلاقي دايما في غيره بيظهر. لو بيلينجهام واقع هتلاقي فينيسيوس ظهر، لو فينيسيوس واقع هتلاقي بيلينجهام ظهر او رودريجو، لو الثلاثه واقعين او الاثنين واقعين هتلاقي ابراهيم دياز ظهر، لو مفيش حد فيهم موجود هتلاقي مودريتش بيظهر. فدي بصراحه دايما حاجه بتديك شبه طمانينه، ولا صح كده بتطمن قلبك. يعني بصراحه توقعي لهذا الماتش ان شاء الله كده ريال مدريد هيعملها وهيصعد على بايرن ميونخ في ملحمه السانتياغو برنابيو. يلا كفايه هري بقى وخلاص كده، يعني طولنا انا عارف. اشوفكم بقى كده ان شاء الله بعد الماتش. السلام عليكم.